بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم معنا في الكورس التحضيري لشهادة الـ CPHQ Certified Professional in Healthcare Quality مع IMETS Academy. إن شاء الله هبقى مع حضراتكم في خلال الكورس أنا محمود الصرفي ودكتور إيمان كونسوة استشارية الجودة واعتماد المستشفيات TQM من الـ AUC Hospital Management AUC CPHQ Lean Six Sigma Black Belt ISO 9001 Lead Auditors و Certified Professional Trainers. الأول إحنا يعني نحب نتعرف على حضراتكم. ياريت لو كل واحد يقول لنا تعريف سريع كده، الاسم، التخصص الأساسي بتاعه إيه، ومكان أو جهة العمل، ولو ممكن لو في دراسة في عن الجودة قبل كده يعرفنا بيها. فممكن عن طريق المايك، ياريت للي حب، أو تشاتنج للي مش متاح إن هو يستخدم المايك. دكتور احمد مبادر اهو، دكتور احمد ناصر، اهلا بحضرتك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي دكتوره لمياء صالح، طبيبه بشريه، اخصائي باثولوجيا اكلينيكيه في المعهد القومي للسكر والغدد الصماء في مصر، واخذت هوسبيتال مانجمنت من الجامعه الامريكيه. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا. السلام عليكم. معكم روان مكي من السعوديه، من جده، لاب سبيشالست، وماسكه الان سبيشال كواليتي كوردينيتور اوفيسر. وحياكم الله. اهلا بحضرتك، ونستفيد منك ان شاء الله في الكواليتي. دكتور أحمد ناصر، معانا دكتور أحمد ناصر، ومعانا ياريت نكمل التعريف يا جماعة. يعني دكتورة نورة، ماجستير إدارة الرعاية الصحية من دولة الإمارات، أهلا بحضرتك. دكتور محمود مجدي، طبيب أسنان، أهلا دكتور محمود، أهلا بيك. دكتور عبد الرحمن محمود، علاج طبيعي، جامعة القاهرة، خريج لسه جديد. اهلا بحضرتك دكتور عبد الرحمن. اهلا بحضرتك دكتوره هدى معيده في كليه التمريض جامعه دمنهور، دبلومه في الاداره. دكتور احمد، طبيب عنايه مركزه جراحيه وتخدير جامعه المنصوره، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره اسماء خليفه، صيدلانيه، جامعه كفر الشيخ، دفعة 2019. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا يا دكتور، أو أهلا بالجروب كله. أهلا بكم. دكتور الصباحي أحمد يوسف، طبيب أسنان من المنصورة، دبلوم إدارة منظمات صحية، أهلا بحضرتك يا دكتور. طيب يعني إحنا معانا طب بشري، ومعانا أسنان، ومعانا تمريض. مين صيادلة معانا؟ مش معقول، مستحيل يبقى أول رنة اشتغل من فوق صيادلة. لو مفيش صيادلة معانا، معقول؟ مفيش صيادلة في الجروب. أيوة دكتورة أسماء، أيوة كده تمام. دكتورة أسماء صيدلانية معانا. طيب احنا هنبدا نعرف حضراتكم بس الاول اورينتيشن عن الشهاده نفسها والامتحان وطريقته، وبعد كده قبل ما نبدا في الاوتلاين بتاعنا. الشهاده بتاعتنا طبعا سيرتيفايد بروفيشنال ان هيلث كير كواليتي. دي شهاده بتصدر من جهه اسمها ال NAHQ، ناشونال اسوسيشن فور هيلث كير كواليتي. شهادة لها سمعة طيبة، تقدر ان حضرتك تشتغل بيها في اي مكان، في السعودية، في الكويت، في الامارات، في مصر، اي دولة من دول الخليج، وفي امريكا، في كندا، بقى لها سنين طبعا موجودة على الساحة، وخريجين بتوعها
ماسكين أماكن كويسة، فبالتالي ده اللي عامل سمعة للشهادة كويسة إن شاء الله. الامتحان بتاعنا بيبقى عبارة عن 140 سؤال في 180 دقيقة، يعني مدة الامتحان بتبقى 3 ساعات 140 سؤال. ال 140 سؤال منهم 15 سؤال اسمهم بري تيست. كلمة بري تيست معناها ان دول مفيش سكورينج عليهم، يعني لو حضرتك اجبت ال 15 سؤال صح مش بتاخد عليهم درجة، لو جاوبتهم ال 15 غلط مش بتنقص حاجة. طبعا الامتحان كله ام سي كيو اختياري، اختيار من متعدد، وال 15 دول مش بنعرفهم، بيبقوا متوزعين في وسط ال 140 سؤال. يبقى التوتال السكور بتاعنا عليه في الاخر 125. لو هنتكلم على الناس اللي تسأل على الباسنج سكور، ده مش ثابت، كل ران ما بيتعرفش غير بعد ما النتيجة تظهر، بيقولوا ان حضرتك نجحت وجبت كذا وسكور بتاع النجاح السنة دي من كذا. لو هنتكلم في السنوات الأخيرة، أقل سكور وصلوا له كان 82 سؤال من ال 125، يعني لازم تحلهم صح، وأعلى نسبة كانت 96 سؤال من ال 125 سؤال لازم يتجاوبوا صح، وآخر مرتين كانت النجاح من 96، آخر امتحانين كان النجاح من 96. الأسئلة في الامتحان متوزعة على 4 موضوعات رئيسية، الليدرشيب عليه 35 درجة، الديتا أناليسز 30 درجة، البرفورمانس امبروفمنت 40 درجة، البيشنت سيفتي 20 درجة أو 20 سؤال، لأن كل سؤال عليه درجة. دول على بعضهم هتلاقوهم 125 سؤال. لو جينا نتكلم بقى ال 125 سؤال، طبيعة، احنا عرفنا الموضوعات، طبيعة الأسئلة نفسها، في 23% اسمها أسئلة ريكول. ريكول يعني بتعتمد على الميمورايزيشن، على الذاكرة، دي الأسئلة المباشرة جدا. بعد كده عندي 57% من الأسئلة application of knowledge، اللي هي بيدي لك فيها، بتقدر ان انت تربط مثلا chapter بchapter تاني، او يحكي لك سيناريو مثلا وتبدأ ان هو يسألك في حاجة عليه. تالت حاجة الاناليسز، دي 20% بس من أسئلة الامتحان analysis، ودي اللي بتحتاج حد يكون عنده experience أو يكون صاحي شوية بقى للsituations اللي احنا بنقولها أثناء الشرح. دي الكاتيجوريز اللي الامتحان بيبقى متوزع على أساسها. ده مواعيد الامتحان ومواعيد التقديم لها. الامتحان بيتعمل 4 مرات في السنة، طبعا 12 خلاص هيبدأوا يوم 6-12 اللي جاي على طول. احنا بالنسبة لنا اللي يهم حضراتكم من أول هنا، في امتحان في مارس من يوم 14 ليوم 27، التقديم له بدأ بالفعل من يوم 8 نوفمبر ومستمر لحد 12 فبراير. في عندنا كمان جون، هتلاقوا كل واحد مكتوب جنبه ده مدة الامتحان، ممكن نمتحن من يوم 6 ليوم 19، وده التقديم هيبدأ 13 فبراير وينتهي 7 مايو. عندنا امتحان تاني في سبتمبر وامتحان في ديسمبر. متاح ان حضراتكم تمتحنوا في سنتر، تيستينج سنتر، دي في اماكن معينه متعاقد عليها مع ال NHQ، ودي بتبقى موجوده كل دوله بتختلف عن الثانيه طبعا. وقت ما بنحجز الامتحان بنكتب الدوله اللي احنا فيها وبيقول لنا على اقرب مراكز امتحان بالنسبه لنا. طبعا مش كل الدول فيها، يعني بسبب موضوع كوفيد 19 ففي دول السنترز اللي فيها قفلت. ايا كان، هو بعد ما موضوع الكوفيد ده بدا من اول مارس اللي فات ده، هم خلوا الامتحان بقى متاح اونلاين من البيت، حاجه اسمها بروكتورنج سيستم. بيبقى حضرتك بيبقى قدامك اللاب بتاعك مثلا والكاميرا لازم تكون مفتوحه، وبيبقى في شخص قاعد قدامك في الناحيه الثانيه بيفضل متابعك طول فتره الامتحان، وغير مسموح طبعا ان حضرتك لا تقوم من مكانك ولا حد يدخل عندك الاوضه ولا اللاب يتقفل ولا الكاميرا تتقفل طول فتره الامتحان. ده بروكتورنج سيستم. فبقى دلوقتي متاح الامتحان اونلاين من البيت او من التستنج سنتر، وان كنا نفضل التستنج سنتر، لان في السنتر اي حاجه تحصل غلط دي مسؤوليه السنتر نفسه، فالامتحان بيتعاد لحضرتك مجاني. يعني لو حصل مشكله في الكهرباء، مشكله في النت، مشكله في اي حاجه، الامتحان بيتعاد مجانا، لكن لو في البيت بتبقى حضرتك المسؤول. ده اجمالي عدد، دي اخر احصائيه موجوده على الموقع بتاعهم، كانت 2018، إجمالي عدد الحاصلين على CPHQ 11244، دول الخارج أمريكا.
وهنا الإجمالي الناس اللي داخل أمريكا 2585. نسبة النجاح على مستوى العالم 62% آخر سنة، كانت أعلى حاجة وصلت لها سنة 2014. نسبة النجاح على مستوى سوري اللي فاتت دي داخل أمريكا، بعد كده نسبة النجاح خارج أمريكا الانترناشنال 45%، ده 2018. احنا بنبشر حضراتكم الحمد لله ان احنا نسبة النجاح معانا 6 في الاربع او الخمس سنوات اللي فاتوا 96% تقريبا او اعلى قليلا. واخر 3 رانز الحمد لله نسبة النجاح 100% في سبتمبر وفي جون وفي مارس اللي فاتوا، وان شاء الله يكون حضراتكم كلكم موفقين وننجح كلنا بإذن الله. نستعرض مع بعض الأوتلاين بتاع الكورس. احنا طبعا المرجع الأساسي بتاعنا المفترض جانيت براون وكيو سوليوشنز، هرفعهم لحضراتكم. احنا اكيد في جروب واتساب اتعملت الشركة عملتها او لسه هتتعمل، هنبقى كلنا مع بعض فيها، هرفع لحضراتكم فيها بعض المصادر يعني للي حابب يقرأ. ولكن احنا الماتيريال بتاعتنا مرخصة لجانيت براون وكيو سوليوشنز، فان شاء الله ما نحتاجش مصادر خارجية غير الماتيريال بتاعتنا تبقى كافية. تشابتر 1 عندنا ده انترودكشن، بنعرف اللي هنبدأ بيه النهاردة يعني، يعني ايه جودة والorganizational culture، مين الكاستومر بتاعنا، الانتجريتد ديليفري سيستم والمانجد كير ومنظومة التأمين الصحي. تشابتر 2 هيبقى معانا دكتور إيمان، هتتكلم عن الليدرشيب والستراتيجيك بلانينج والorganizational structure. تشابتر 3 هنتكلم، وده من تشابترز الطويلة بياخد يومين تقريبا، عن الكواليتي مانجمنت، يوتيلايزيشن مانجمنت، إدارة المخاطر في الرعاية الصحية، أمن وسلامة المريض، الكير كوردينيشن، السيفتي ده لوحده بياخد يوم كامل لأن عليه 20 درجة في الامتحان. تشابتر 4 أطول تشابتر عندنا، بياخد حوالي يومين ونص معانا، اتكلم عن الطرق التحسين المختلفة وطرق القياس للأداء، وإزاي نحسن البروسيس الإكلينيكية عندنا كمان، إزاي نعمل root cause analysis وفيميا. طبعا اللي فيه مصطلح غريب عليها هيعرفه ان شاء الله لما نوصل له. تشابتر 5 الانفورميشن مانجمنت او الداتا اناليسز، عليه حوالي 30 درجه اعتقد احنا قلنا في البدايه، ده من الحاجات المهمه. تشابتر 6 الديسيجن، حاجات خاصه كلها بقى بالبيبل مانجمنت، كوميونيكيشن، التيم وركينج، البروبلم سولفينج، نيجوشيشنز، ديسيجن ميكينج، موتيفيشن، اورينتيشن، يعني ده تشابتر البيبل مانجمنت بشكل عام. ده الأوتلاين بتاعنا بتاع الكورس. في حد عنده استفسار حتى الآن في الجزء اللي احنا وضحناه بخصوص الأوتلاين بتاع الكورس أو الشهادة نفسها وطريقة الامتحان؟ معانا استفسار تفضل. بس لحضرتك أنا ملحقتش أكتب، حضرتك ده هينزل لنا على الواتساب ولا هيبقى إزاي؟ دي اعتقد الاداره هتبقى مع حضراتكم فيها، انا مش عارف هم مفترض هنعمل ايه، فخلينا بعد السيشن هيبقى مع حضراتكم ال الماتيريال نفسها. تقصدي دي دكتوره المقدمه بس اللي قلتها عن الامتحان؟ لا، تبعت لحضراتكم. تبعت لحضراتكم. اوكي، شكرا. تبعت لحضراتكم ان شاء الله. نعم، وطبعا اي سؤال على الواتساب هبقى مع حضراتكم، اي حد عنده اي سؤال في اي وقت طبعا تحت امره. تمام، يبقى نبدأ خلاص. تشابتر 1 معانا الكواليتي كونسبتس، دي الماب اللي احنا هنمشي عليها عشان ما حدش يتوه مننا. التشابتر هناخده على مرتين، على اسبوعين، الاسبوع ده والاسبوع المقبل ان شاء الله. عندنا الكواليتي ديفينيشنز، ده اول توبك هنبدأ بيه، كواليتي اسبيكتس، كواليتي دايمنشنز، هيستوري اوف كواليتي، جيران سيستم ابروتش. كل التوبكس دي هنعد عليها واحد ورا التاني، وهنذكر حضراتكم بالماب بتاعتنا كل شوية عشان محدش ينسى احنا ماشيين ازاي. فدلوقتي احنا هنبدأ بأول توبك عندنا الكواليتي ديفينيشنز. تشابتر 1 عامة يا جماعة الهدف منه
يعني تشابتر 1 مش هتلاقي فيه اسئله في الامتحان كتير صريحه من التشابتر، ولكن ده بيغير لنا المايند سيت، بيغير طريقه تفكيرنا. عاوزين نبدا كلنا ان احنا نفكر كجوده، بيعمل لنا بارادايم شيفت. بارادايم شيفت يعني تغيير في طريقه التفكير. بارادايم شيفت تغيير في طريقه التفكير بتاعتنا. طبعا يعني انا لو هريكومند طريقه في المتابعه او في المذاكره، لان طبعا احنا عندنا الكورس مضغوط، يعني في العادي الكوريكولم ده لو بناخده في دبلومه بيتاخد في سنه، فاحنا هناخده في حوالي شهرين ونص تقريبا. فطبعا لازم هيبقى في متابعه في البيت طول الاسبوع، احنا بناخد يوم واحد لكن بقيه الاسبوع حضراتكم بتتابعوا. انا ريكومند ان احنا نكون طابعين الماتيريال دي معانا، البي دي اف ده يبقى مطبوع مع حضراتكم، بحيث لو ضفنا نقطه او قلنا النقطه دي بتيجي في الامتحان نركز عليها، نقدر ان احنا تقدروا تكتبوا اثناء الشرح يعني. فده هيبقى مفيد لحضراتكم ان شاء الله. زي ما قلنا تشابتر 1 مش هتلاقوا فيه، هتلاقوا فيه كلام كتير كان احنا بنحكي قصه، مش هتبقوا ماسكين حاجه معينه نركز عليها، ولكن هو ده الهدف منه. الهدف ان احنا نبدا نفكر جوده. الاوتكم اللي انا عايز اوصل له في نهايه تشابتر 1 ان اقول لحضراتكم جمله واقول لكم دي ويز ولا اجينست كواليتي تعرفوا. فلو احنا دماغنا اتغيرت وبقينا بنفكر جوده كلنا، اكيد لما يتعرض علينا جمله ونقول دي ويز ولا اجينست كواليتي، هنقدر ان احنا نقول دي مع ولا ضد الجوده. نبدا بالديفينيشن اوف كواليتي، وده اللي عايز حضراتكم اللي تقولوه شاتنج او بالمايك، اسمع كده من كل واحد رايه الجوده هي ايه. اللي ما عندوش فكره قبل كده يقول اي تعريف، مش مشكله، احنا مش مساله صح وغلط، احنا بنشوف وجهه نظر بعض ايه. أنا عندي مداخلة، اللي هو نرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للمريض للإكسلنت، اللي تكون هي ممتازة مش بيرفكت، يعني فوق البيرفكت. يبقى quality is excellence. شكرا أستاذ روان. دكتور الصباحي، فعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح، تمام. الجودة هي الملائمة للاستخدام، يعني يكون الموضوع نقدر نستفيد من كل العوامل اللي عندنا ان احنا نقدم مردود كويس او خدمه كويسه للمريض ايا كان المواصفات اللي معنا. دكتور عبد الرحمن، فيتنس فور يوز. شكرا يا دكتور. دكتوره هدى، ان احنا نعمل الشيء في الوقت الصحيح، تايمنس، ممتاز. لو حضراتكم لو حد عنده اي اضافه. دكتوره نوره، تمام، الاتقان وقله الاخطاء، تمام. انا كنت اقول برضو نفس الفكره، ان انا اوصل لمرحله الزيرو ديفكتس في اي رعايه صحيه بقدمها. ممتاز. يبقى اول ديفينيشن عندنا الكواليتي، كواليتي از ديجري اوف excellence. ده by dictionary، التعريف اللي في القاموس كده بيقول ان الجودة هي درجة من درجات التميز. ايوه دكتور الصباحي طلع لنا تعريف جديد اهو، الوصول للهدف، ادي تعريف باقل الموارد. باقل الموارد هنحط خط بس تحت اقل دي وهنعلق عليها بعد شوية، وهنحط خط تحت كلمة الشخص الصحيح اللي قالتها الدكتورة هدى وهنعلق عليها بعد شوية. يبقى دلوقتي دكتورة أسماء قالت لنا كمان ديفينيشن جديدة اهو، ساتسفاكشن، رضاء العميل، ممتازة. يبقى أول ديفينيشن عندي degree of excellence، وزي ما قالت لنا أستاذة روان قالت لنا إيه؟ excellence مش perfection. الجودة في ناس بتقول إن هي perfection وفي ناس بتقول excellence، ولكن الرأي الغالب إن الجودة excellence. كلمة excellent level أعلى من perfection. excellent is better than perfect. كلمة perfect يعني إيه؟ يعني حقق التارجت المطلوب منه بالظبط.
بيرفكت يعني حقق المطلوب بالظبط، اكسلنت يعني زياده عن المطلوب، اكسلنت يعني زياده عن المطلوب. يعني لما نقول ان الباسنج سكور عندنا من 96 في السي بي اتش كيو، فلما حضرتك تجيب 96 من 125 تبقى باس، نجحت كده، تبقى بيرفكت، قدرت تحقق الهدف اللي انت عايزه بالظبط. طيب اللي جاب 100 هيبقى وحش؟ يعني اللي جاب 110 هيبقى وحش؟ وحش. اللي جاب 116 يبقى وحش؟ لا، هيبقى برضو كويس، بس هنا يبقى excellent لانه exceeding standard او exceeding الجول او التارجت اللي احنا كنا عايزين ايه نوصل له. يبقى الكواليتي هي degree of excellence. الديفينيشن الاشهر للجوده doing the right things right first time and every time، ان احنا نعمل الشيء الصح بطريقه صح من اول مره وفي كل مره. ده التعريف الاشهر لان هو الابسط، تقدر ان انت تفهم اي حد، خاصه الناس اللي تعليمها بسيط زي مثلا الهاوس كيبنج او السكيورتي. اما تيجي تعمل له اورينتيشن تهيئه في بدايه ما يشتغل عندك في مستشفى وعايز تقول له يعني ايه جوده، فمش هيفهم الكلام الصعب. فسهل، اسهل حاجه انك تقول له انك انت تعمل شغلك الصح، يعني لما طلب منك حاجه تعمل الحاجه اللي اتطلبت منك فعليا، تعملها بشكل سليم، يعني تحقق الناتج اللي مطلوب منها من اول مره، يعني ما تقعدش تجرب وتغلط. وفي كل مره، يعني كل مره يطلب منك حاجه تعمل، كل مره تكرر الحاجه تطلع الناتج معاك صح. نقدر نقول ده للنيرس، لما تعملي الشيء الصح، او الملائم، يعني لما الدكتور يكتب لك اوردر تنفذي الاوردر بتاع الدكتور، اعمله بشكل صح. يعني لو انترافينس علاج يبقى انترافينس، انتراماسكولار انترا اورال، first time ما شكش العيان كذا مره من اول مره، and every time كل مره في موعد العلاج هدي للمريض العلاج السليم بطريقه سليمه. يبقى ده من ضمن التعريفات المشهوره للكواليتي. عندنا تعريف ثالث قال the right care for every person every time. طب احنا دورنا كير ولا كيور؟ احنا كمقدمي خدمه دورنا كيرينج ولا كيورينج؟ كيرينج. كيرينج. حد له رأي تاني؟ لا، انا اعتقد الاثنين، لان كيورينج كمان ما احنا فيزيشنز، ده كيرينج وكيورينج بقى. بالظبط، احنا اكيد دورنا الاثنين، تو كير اند كيور، بس الكير 100% مسؤوليتنا. تو كير اباوت ذا بيشنت يعني نهتم بيه او نعتني بيه، بمعنى نحترم قيمه، نحترم معتقداته، نعرف نفسنا قبل ما نعالج المريض، نساعد المريض، نعمله بارتسيبيشن، يشارك معانا في الديسيجن ميكنج، القرارات الخاصه بالعلاج بتاعه، كل ده بنسميه كير للبيشنت. فده احنا اللي علينا وعندنا كنترول عليه بنسبه 100%. لكن الكيور مش احنا، ممكن الميديكيشن نفسه، الشركه اللي عاملاه، ظروف الحفظ اللي اتحفظ فيها، حاله المرضيه للمريض نفسه، الهيستوري بتاعه معاه كوموربيديتي ولا لا. فبالتالي حضرتك لو اديت نفس العلاج لعشرة مرضى وكلهم نفس الدياجنوزيس، مش كلهم هيخفوا، او الاوتكم مش هيبقى واحد فيهم كلهم. فالكيور احنا مش متحكمين فيه بنسبه 100%، لكن الكير متحكمين فيه بنسبه 100%. وده اللي خلى السي ام اس، سي ام اس اللي هي التامين الصحي في امريكا، احدى جهات المسؤوله عن التامين الصحي في امريكا، سنترز فور ميديكير اند ميديكيد سيرفيسز، ونحفظ الاسم عشان بيجي في الامتحان، ممكن بقى دلوقتي بيجيب اختصارات او اسامي منظمات. يبقى سنت سي ام اس اللي هي سنتر فور ميديكير اند ميديكيد سيرفيسز، معناها ذا رايت كير، ادت الديفينيشن بتاع الجوده معناها ذا رايت كير فور افري بيرسون افري تايم، تشمل كل شخص مع مرور الوقت الكونتينيوتي، ذا رايت كير اللي هو ان انت تهتم بالمريض بتاعك.